مساء الخير والسعادة عليكم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم وفكرة. الحياة الزوجية من أقدس العلاقات الإنسانية، لكن دايما بتواجه كتير من المشكلات اللي بتؤدي للطلاق أحيانا، ومنها أزمة روتين الحياة. النهاردة هنناقش في حلقتنا موضوع العلاقة الغير تقليدية بين الزوجين، ومعانا لمناقشة الموضوع الدكتور محمد رجب خبير العلاقات الأسرية. أهلا بيك يا دكتور، نورتنا. أهلا بحضرتك فندم، أهلا بيك. أهلا بيك. عايزين يا دكتور نعرف إيه هي أسباب الملل الزوجي أو الحياة الروتينية بين الزوجين؟ طيب خليني مبدئيا أشكر حضرتك على الدعوة الكريمة، ودايما ببقى فخور بوجودي مع حضرتك. تسلم يا رب. خلينا نقول يعني الملل الزوجي ده موضوع يعني خلينا نقول عميق جدا وخطير جدا، وللأسف هو دلوقتي بقى مرض العصر. للأسف بقى نوع من أنواع الخراب الصامد داخل البيوت. للأسف في حاجات كتير بتؤدي إلى فقدان الشغف بين الزوجين. وخلينا نقول أو نرجع ورا شوية كده، فترة الخطوبة بيبقى فيه شغف ما بين الطرفين، في مثالية شديدة جدا في العلاقة. الحقيقة المثالية والشغف الزيادة عن اللزوم ده بيخلي كل واحد فينا بيكون صورة رائعة وراقية عن الطرف التاني، وبنفتقد للكثير من العوامل في هذه الفترة. إن احنا لازم شوية كده نبقى على طبيعتنا، لازم كل شوية نتكلم على عيوبنا أكتر ما نتكلم على مميزاتنا، لأن احنا مش عارفين إيه هي المميزات اللي فينا. يعني أنا دايما بحب أتكلم عن عيوبي، ممكن العيب اللي فيا ده أكتر حاجة تشد ليا الطرف التاني. وعدم يعني ذكري لعيوبي ودايما إن أنا بتكلم على محاسن وأغلبها مش موجودة، بتخلي الطرف التاني بيكون صورة غير عادية أو غير مألوفة عن الطرف الآخر. نيجي بقى لمرحلة بعد الارتباط أو بعد الزواج، بنلاقي الصورة اختلفت تماما. الصورة المثالية اللي احنا كنا مكونينها عن الطرف الآخر اتغيرت. المحاسن أو الحاجات الحلوة الكتير اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن نفسنا واحنا كنا لسه بنقول إن أغلبها مش موجود، للأسف كل ده بيروح. ليه؟ لأن كل واحد بيبان فينا أو بيبقى على طبيعته. بتحصل صدمة بقى يا أيوة، بتحصل الصدمة، بنفقد الشغف ما بين الطرفين، المشاعر بتختفي، بتبتدي الحياة بتبقى دايما على وتيرة واحدة. الوتيرة ده هو بداية فتور العلاقة اللي بتؤدي بعد كده لحاجة اسمها الملل الزوجي أو الملل بين الزوجين. طب هو يا دكتور الفتور ده بيحصل حتى لو الزواج عن حب؟ طبعا حتى لو الزواج عن حب، لان زي ما انا كنت لسه بقول لحضرتك دلوقتي ان احنا كل واحد فينا بيبان في احسن صوره ممكنه. عشان كده نقول ايه يعني دعوه لعدم التكلف، ان احنا ما نبقاش متكلفين في هذه الفتره. خلينا على طبيعتنا، يعني زي ما احنا متعودين نتصرف خلينا على طبيعتنا. خلي الطرف التاني ان هو كده هيشوفني على فكره، يعني كده هيشوفني على حقيقتي، هيشوفني على صورتي، هيشوفني على طبيعتي، فخليني على طبيعتي من الاول عشان نعتاد هذا الامر. لأن اعتيادي على هذا الأمر هتبتدي كتلة المشاعر اللي احنا بنبتدي بيها أو تبقى موجودة أثناء الخطوبة بتتحول لكتلة من التصرفات. التصرفات والتجدد في التصرفات دي بيخلي دايما العلاقة فيها شغف على طول، بيخلي فيها تجدد على طول. طب يا دكتور اختلاف الشخصيات بين الزوجين ده اللي ممكن يعمل بعد كده مشكلة، ولا ان شخصياتهم تبقى متشابهة؟ طيب خلينا نقول دايما احنا في الأسس الاختيار بتاعنا بنقول ايه، دايما نراعي نقطة مهمة جدا، كيفية التوافق ما بين الطرفين. التوافق ما بين الطرفين في كل المراحل ده بيؤدي الى زي ما بيقولوا كده ان الحياة الزوجية تستمر. في دراسة جميلة قوي قالت ايه، قالت نقطة ضعف الراجل، خلينا نغشش الستات شوية، نقطة ضعف الراجل عينيه، ونقطة ضعف الست ودانها. طيب يبقى انا عرفت هنا نقطة الضعف هنا ونقطة الضعف هنا. طالما عرفت النقطتين دول مفيش حاجة بعد كده اسمها ملل. همل ازاي يعني كل واحد فيهم يشتغل على النقطة اللي عارفها بقى هنا فيتين. مفيش ملل. يبقى احنا بنقتل الملل، بنقتل الفتور. طالما انا عرفت نقطة الضعف اللي قصادي، نقطة الضعف اللي قصادي، طيب هو الراجل في عينيه، يبقى انا دايما ابقى متجدده.
الست في ودانها يبقى الراجل دايما يقول لها كلمه كويسه، كلمه طيبه، كلمه حلوه، يبقى في تجديد برضو سواء في الكلام اللي بيتقال او في طبعًا في الشكل طبعا على طول برضو طبعًا في لان احنا بنقول ايه اول مرحله الفتور. الفتور ده بيجي منين؟ اول حاجه من قله الحوار ما بين الطرفين. احنا دايما خلاص بنبقى بيقول لك انا خلصت الكلام فتره الخطوبه فهنا ما فيش حوار. لا، لازم يبقى في حوار ما بين الطرفين. ليه؟ لان اساس الحياه الزوجيه المشاركه، احنا بنتشارك مع بعض ان احنا بنبني حياتنا. اللي قبل كده كان كله كلام، لكن انا عايز اتنقل لهذه المرحله اللي هي فيها مرحله البناء، ان انا لازم ابني حياتي على اسس سليمه. لو ما فيش الحوار هعمل ده ازاي؟ يبقى دي اول نقطه دايما احنا بنقول ايه يعني يعني خلاص بنقول احنا مش عايزين نعمل كده، بنمل من الكلام، بيبقى عندنا خلاص انا خلصت الكلام وخلصت كل حاجه واتجوزت وعمل، لا انا مش عايز الكلام ده كله. لا، خلينا يعني دايما يبقى فيه ان شاء الله نص ساعه في اليوم، ومش اول ما ارجع من الشغل نقعد نتكلم مع بعض على اي حاجه حتى لو قعدنا ساكتين. هو تقريبا يا دكتور عشان كل واحد فيهم ضامن التاني، فما بيتعبش، ما بيتعبش نفسه في انه يعمل حاجه او يبذل مجهود عشان هي دي الطامه الكبرى بتاعتنا. انا خلاص ضمنت كل حاجه. يعني طالما ضمنت خلاص انا مش عايز اعمل اي حاجه، مش عايز حتى ابادر باي حاجه. عشان كده دايما حتى احنا بنقول للطرفين ايه، كل شويه لما الاقي الاعتياد بتاع حياتي خد نمط واحد او وتيره واحده، خلينا كل شويه نعمل حاجه جديده. يعني نعمل حاجه جديده، ان شاء الله ناخد اجازه من بعض. يعني في بعض الناس بتقول حتى بعض الافكار المجنونه، ما ناخد اجازه من بعض. تمام. يعني فعلا دي فكره بيرجحها ناس كتير قوي فعلا. ايه المشكله ان احنا نعمل كده؟ لقيت الطرف التاني زهقان، زوجتي زهقانه، ايه المشكله ان هي يوم مع أصدقائها، يوم عند والدتها، يوم عند أي حد، نفس الكلام بالنسبة للزوج. وما نبقاش بقى أنت رايح فين؟ أنت مع أصحابك، طب أنا فين في حياتك؟ سيبي شوية. معنا تليفون يا دكتور؟ طبعا. معنا اتصال تليفوني من أم ندى. ألو؟ ألو؟ أهلا وسهلا. أهلا بك حضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضلي. ممكن أقول رأيي بعد إذنك؟ اتفضلي. بص حضرتك، هو الارتباط ما بين الزوجين او الملل او الزهق بيجي من كتر المشاكل، احنا عارفين كده. بايه؟ بيجي من كل المشاكل، لان طول الوقت انت مع اصحابك خيالك انت مش عارفه ايه. تمام. انا بصراحه زي جوزي براحته خالص. صح. ما بقاش طول الوقت حاساه ان لا احنا موجودين في حياتك كده عافيه، او ان احنا مثلا فرض عليك ان انت 24 ساعه تبقى احنا معانا احنا بس، تديله مساحه من الحريه. اقول له اخرج مع اصحابك، لا انت مثلا لو في مشوار ماشي، لو عايز تسهر ماشي اسهر. هو من نفسه لما يحس ان انا بسيبه براحته، هو حاسس انه مشتاق للبيت، مشتاق للعيال، مش مشتاق ليا، مش طول الوقت احنا بس اللي في حياته. لازم يكون مديه الوقت ليه هو نفسه. مظبوط. لازم يكون هو مديه مساحته هو. وبعدين طول الوقت اي راجل عامه طول الوقت بتشتكي فيه، كل ما بيتخنق هو ما بقاش خانق كده. صح، ما شاء الله عليك. انا مثلا بحب مديله مثلا، انا كده بصراحه انا جوز متجوز عليا وفتره قريبه مش من بعيده، يعني عايز اقول اللي حواليا بيكلموني، يعني زي ما كنا عايزين بياخدوا مثلا، مش عارف كلمه عايزه دي عشان عايزه من الله، يعني ليه انت متمسك كده او ليه كده العقل كده؟ ليه الحياه مش مستاهله؟ مش مستاهله مشاكل؟ مش مستاهله طول الوقت ان انا اشد ورخي طول الوقت. مظبوط. في حاجات مهمه كتير ممكن نشتغل بيها دماغنا في حياتنا. صح. بنشكرك جدا يا ام ندى على رايك النهارده. متشكرين قوي على اتصالك. طبعا ام ندى يعني مثال للزوجه اللي يتمناها اي زوج. طبعا المثاليه جدا، يعني المثاليه جدا اللي هي ايه. وعلى فكره يعني في ناس كتير بتعمل كده. ان انا كل ما بدي المساحه والحريه للزوج، واحنا لسه كنا بنقول الكلام ده. يعني احنا اول حاجه بنديله مساحه من الحريه، وفي نفس الوقت في ناس تانية بتسميها احترام لخصوصيته. تمام. كل ما بنديله الاثنين دول، كل ما بلاقي الزوج بقى لو هو بيبقى في حاجات معينه متعود يعملها، بلاقيه دايما مشتاق للبيت. بلاقيه دايما، حتى دايما الستات تقول ايه، لما سبت له الحبل بقى بيتوتي. سبحان الله. رجع للبيت تاني. لما رخيت له الدنيا خالص فبقى هو بيتوتي. ليه؟ عشان انا اديت له الموضوع ده، لان دايما احنا بنقول ممنوع مرغوب، بالذات عند الرجاله.
فطالما انا منعاه يبقى هو بيرغب على طول او دايما بيفكر في كده ودايما هيضطر ان هو يكذب عليا او ان هو يعمل حاجات من ورايا وان هو ان هو لكن لما بديله المساحه دي هو بياخد مساحته وبلاقيه هو ايه ابتدى يشتاق ان هو يرجع البيت ابتدى يشتاق لبيته ابتدى يشتاق ان هو يقعد معايا مساحه الحريه دي من اهم بالزبط. الحاجات اللي تمنع الفتور بين الزوجين وزي ما انا بحاول ارضيه هو بيحاول يرضيني فعايز يرجع عشان انا سايباله المساحه دي عايز يعمل اي حاجه لان هو حس بالسعاده ارضى غروره زي ما احنا بنقول كده فهو بتحس ان الست دي بيخليها يعني تاج او ملكه كده فعايز يرجع لها على طول عايز يتكلم معاها عايز بيبقى سعيد بيها عشان كده اللي هي بتعمله ام ندى او اللي هي قالت عليه كتب كتير عملنا ابحاث فيها يعني اتعمل ابحاث في الكلام ده وفعلا توصلنا ان كل ما بدي للراجل مساحه من الحريه وفي نفس الوقت بحترم الخصوصيه بتاعته اللي هي جوه البيت بلاقي ان الراجل بينجذب للست وبيدوب فيها عشقا وانا على فكره مش ببالغ بهذا اللفظ بالفعل هو ده اللي بيتم وده مثال احنا قلنا المثال ده الست الفاضله قالته بطريقه بسيطه جدا فقالت يعني هو ابتدى يحب البيت انا بديله مساحه من الحريه بديله فهو بالتالي بيعشق البيت لو انا مش مديها هذه المساحه خلاص الموضوع هتلاقي بقى في خلافات في ضيق وكثره الخلافات هتخلي بقى ايه مش في ملل لا في حاجه اسمها الطلاق العاطفي بعد كده خلاص احنا مش عايزين نتكلم مع بعض لان احنا كل ما بيتكلم بيحصل مشاكل فبيتجنبوا المشاكل دي بقى بيتجنبوا المشاكل يبتدي مفيش حوار يبتدي فيه فتور يبتدي فيه بعد شوفي الترتيبات غريبه هي الحياه كلها وحته صغيره قوي عشان كده كل ست لازم تبقى عارفه جوزها بيحب ايه وما بيحبش ايه التفضيلات بتاعته عشان تعرف هي تديله المساحه فين وامتى وازاي وكل ما تديله مساحه يرجع لها تاني كل ما تديله مساحه اكبر هيرجع لها تاني وهتلاقي الراجل هو لوحده بيضيق المساحه دي يعني ما بيسيبهاش كده بيضيقها بيبقى عنده شغف انه يرجع البيت يشوف الست اللي بتقدره يراعي الست اللي بتهتم بيه اللي مدياله المساحه دي معادله بسيطه جدا وسهل جدا نتلاشاها لان ناس كتير بتستهون بكلمه الملل مش مشكله بعد شويه هو هيفضل كده على طول الموضوع بيزيد او العكس بيزيد ما هو يا دكتور بقى ازاي الزوجين لما يلاقوا ان بدا فيه ملل وفتور بينهم ازاي يبداوا يلحقوا نفسهم قبل الموضوع ما يتفاقم بقى ويزيد بينهم اول حاجه المصارحه والمكاشفه ده شيء مهم جدا ما تيجي نقعد كده مع بعض ونقول احنا متضايقين من ايه ولو كلام عام بدايه الكلام وبدايه المصارحه وبدايه المكاشفه بتخلي الاتنين خلاص الحاجز ده بيتكسر ولازم كل واحد يحافظ على مساحة التاني احنا دايما بنقول في الكلام بقى بتاع الكتب بنقول مشاركة الأنشطة يعني ايه مشاركة الأنشطة؟ ايه الحاجة اللي بيحبها الرجل واساعده فيها وبرضو العكس يشوف هي بتحب ايه ويساعدها فيها طبعا احنا بنقول الاتنين بس هو دايما اصل المشكلة دي دايما ايه الزوج هو الأكثر مللا من وهو السيدة اللي بيمل الأول الأسرع بيبدأ كده أنا مش قصدي أنا بتكلم على الطرفين بس بختص ساعات الكلام على الرجل وفعلا الملل ده تقريبا بيجي عند الستات طبعا. متأخر شوية متأخر جدا ليه لأن الست بتبقى منهكة وعندها حاجات كتير واهتمامات كتير داخل البيت الراجل عنده اهتمام واحد بس فعشان كده احنا بنقول ايه بنقول مشاركة الأنشطة ازاي تشاركي الأنشطة أو في ناس تانية بتقول اللي هي مشاركة المتعة ايه الحاجة اللي بتمتع الراجل او بتمتع الست ما تيجي نعملها مع بعض او ما تيجي نساعد بعض ان احنا نعملها هو بيحب الخروج خليه يخرج هو بيحب هي بتحب الشوبينج ما تيجي نعمل شوبينج مع بعض احنا بنحب نخرج ان شاء الله نتمشى مع بعض كل يوم 10 دقايق وماله مش عيب المشاركة دي بتكسر اي حاجز طيب لو احنا مش عارفين نعمل كل ده خالص ما تيجي نسترجع كده ايام زمان ايام زمان ايه اللي كان بيمتعنا مع بعض ايه هي النقطه يا دكتور صحيح انا كنت عايز اسال حضرتك يعني ليه ما كناش نسمع عن الملل ده خالص ايام جداتنا واجداد ليه اشمعنى دلوقتي الموضوع ده زايد كده مع ان الحياه دلوقتي مليانه حاجات كتير قوي تشغلهم بالظبط عشان كان زمان كل واحد فينا بيعرف ايه اللي بيريح التاني وبيعمله فعمري ما همل من الطرف اللي هو دايما بيبقى سرطان على ده السبب على طبعا عشان كده بنقول ايه لو احنا مش عارفين خالص بنعمل ايه نرجع لايام زمان ايه النقطه المشتركه اللي كنا احنا بنستمتع بيها ونخلي دي هي نقطه البدايه بتاعتنا
يعني لو خروجة بنروح في مكان معين كنا متعودين نروح فيه وده اللي كان بيريحنا أو بيبسطنا، ما تيجي نبتدي بيه، ما تيجي نروح المكان ده، نلاقي وإحنا قاعدين جوه بنبتدي إيه؟ نفضفض لبعض، نتكلم مع بعض، إحنا بنكسر الحاجز اللي هو موجود، لأن إحنا مش عايزين الجاب أو الفجوة دي أو الحاجز ده يزيد، فيحصل الملل، فيحصل عدم الحوار، فتحصل عدم المشاركة، فيؤدي بعد كده لحاجة أو حالة كده بنسميها حالة عدم الانسجام ما بين الطرفين. يعني شوفي شوفي الترتيب، عدم الانسجام ما بين الطرفين بيودينا في حتة تانية خالص. يعني حتى الحاجات أو اللحظات اللي احنا كنا زمان لو في حالة من حالات عدم الانسجام مش عايزين نقضيها مع بعض، لو احنا حبينا نسترجع حاجة مش عايزين، بالنسبة لنا بتبقى ذكرى بتفكرنا بأيام احنا مش عايزين نفتكرها، عشان كده عايزين نلحق نفسنا. يعني نلحق نفسنا عشان خاطر أو نسبق، أول ما نلاقي إن في ملل من الحياة أو إن إحنا بقينا ابتدينا نحس بروتينية في الحياة نبتدي نفتكر الكلام ده، نبتدي نجدد. طب في أفكار معينة طيب ممكن نعملها تاني مثلا؟ أنا كل الأفكار التقليدية ممكن أقولها لحضرتك اللي هي الناس كلها بتقولها، بس أنا عايز أقول حاجة مختلفة الحقيقة. يعني خلينا نريح بعض، كل واحد في نقطة بتريحه وفي نقطة هو بيحبها قوي، خلينا كل شوية أنا آسف يعني نتكى على الحتة دي شوية، وكل واحد برضو يخلي باله قوي من اللي بيضايق التاني وما يعملوش نهائي. تمام، واخد بال حضرتك؟ ده الاساس. لكن الناس دايما بتقول، حتى مثلا الناس يقول له جدد ابتكر، يعني كل ما يرجع يشوفك في شكل جديد. ايوه، ودايما الكلام بيتقال للستات اصلا للاسف. واحنا بنقول كده كمان الكلام رجع. طيب لو احنا عملنا كل ده، وانا دايما دايما لو انا عملت كل ده بدوس على الحته اللي بتضايق الطرف التاني مش هيقبلها، عشان دايما بيقول ايه؟ الاهتمام بكل حاجه الطرف التاني بيحبها، بكل حاجه الطرف التاني حتى لو تفاصيل بسيطه بالظبط كده. ده بالعكس ساعات ابسط التفاصيل بتفرق معانا، تبقى بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. صحيح، ممكن تبقى بالنسبه لي انا حاجه صغيره لكن بالنسبه للطرف التاني حاجه كبيره قوي. زي الطبطبه، يا سلام الراجل هو داخل من البيت كده لما يطبطب على الست بتاعته تبقى حاجة قمة في الروعة. دي حاجة كبيرة جدا عند الست طبعا، حاجة بسيطة قوي ممكن تبقى بالنسبة لي أنا يعني إيه لما أعمل كده وأنا داخل. صحيح، لكن بالنسبة للطرف التاني بتفرق معاه فرق رهيب. إن أنا أبقى داخل مهما كانت الضغوط اللي عليا أبقى بضحك في وش الست بتاعتي، في وش ولادي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده، كان دايما بشوش مع أهل بيته، فده كان بيدوي كل حاجة. عشان كده دايما بنقول الاهتمام ونركز على كل حاجة الطرف التاني بيحبها. واعتقد ان احنا انا عارف الزوجة او الطرف التاني او عارف الزوج هو بيحب ايه وبيفضل ايه. ودايما الزوج ده طفل صغير، ودايما الزوجة عقلها انضج من الرجل، فهي دايما الاكثر احتواء. مش معنى كده ان الزوج معلوش دور، لا، الزوج عليه دور كبير جدا في كيفية الاهتمام والتقدير الزيادة عن اللزوم اللي هو بسبب وبدون سبب. لأن الست لما بتحس إن الراجل بيقدرها تبقى حاجة كبيرة قوي. طبعا، صحيح، حاجة كبيرة قوي. لو أنا بعمل كل الكلام ده ألاقي فين الملل؟ عمري ما ألاقي ملل خالص. صحيح، واخد بال حضرتك؟ تقدير والاهتمام من الطرفين في ابسط الاشياء. طب يا دكتور الست برضه بتحتاج مساحه حريه. طبعا، يعني الراجل برضه مفروض زي ما هي بتسيب له مساحه حريه او مطلوب منها كده، اكيد هي نفس الكلام. احنا دايما حتى بنقول نداء، يعني الست لما تسيب لك مساحه من الحريه انت لازم تسيب لها اضعاف هذه المساحه. لان الست هي اللي زي ما احنا هي المضغوطه، مضغوطه اكتر. فانا عايزك تسيب لها اكتر ما هي بتسيب لك، ده بيريحها نفسيا وتلاقيها راجعه كده انسانه جديده حتى في التعاملات مع كل الاشخاص، وخصوصا الطرف اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليه او بنختصه بالذكر اللي هو الزوج. فهي دايما كده نسيب لها مساحه اكتر من اللي هي سابتها لي، ده نوع من انواع التقدير في العلاقه ما بين الطرفين. وبرضو والبعد برضو يا دكتور، ان كل واحد فعلا يسافر فتره في او يبعد فتره، دي حاجه كويسه برضو بتعمل. والله حاجه كويسه وحاجه صحيه، بس انا بفضل لما احنا نعمل كده احنا عايزين بقى السفريه، لو احنا بنتكلم على النقطه دي السفريه او الخروج اللي بعد كده احنا الاثنين مع بعض، يعني مره تبقى مشتركه ومره لا. بالظبط، ويا ريت بقى تبقى من غير الولاد. ده بيبقى افضل.
يعني ده بيخلي برضو نوع أو جو من الألفة جميل شوية. بس يعني كده كل واحد يسافر لوحده يا دكتور بقى عادي، يعني دي حاجة كويسة جدا. والله حاجة صحية. يعني حاجة صحية، في ناس بتخجل تعمل الحركة دي، لكن هي طبعا حاجة صحية جدا. هي عايزة تاخد يوم مع أصدقائها، هو عايز ياخد يوم مع أصحابه، مفيش مشكلة خالص. بس يفضل بقى المرة اللي بعدها يبقى هما الاثنين مع بعض، ويفضل زي ما احنا قلنا من غير الأولاد. برضو دي حاجة بتجدد كل حاجة حلوة ما بيننا، لأن الولاد بياخدوا وقتنا وبياخدوا اهتماماتنا. خلينا نعملها مرة من غير الولاد ونعملها مرة بالولاد، مفيش مشكلة خالص. التجديد مهم، ليه؟ بيرجع الشغف اللي احنا بنفتقده، اللي بنفضل دايما بندور عليه. انا اسف يعني زي ما ام ندى كانت، انا زوجي متزوج زوجه تانية، عشان كده احنا بندور بعد المرحله دي لما بنرعيش فيها بعض بيبقى فيه روتين وملل، بندور على كل ده في الزوجه التانية او في طرف اخر او خارج بيوتنا. تمام، احنا عايزين نعمل كده جوه بيوتنا. طب يا دكتور، عايزين نصايح عامه سريعا كده للحصول على حياه زوجيه سعيده. طيب، يعني خليني اقول اول حاجه من الاختيار، من الاساس كده، يبقى في توافق وتكامل ما بين الطرفين. يعني بلاش النظره المبدئيه تبقى هي زي ما بيقولوا كده الحاكم الاعظم في اختياراتنا للاشخاص، لان ده اللي هيخلي عندنا استمراريه في كل حاجه. النقطه الثانيه، تقبل الاخر. نفسي الناس تتقبل بعض على عيوبها، نفسي الناس تحب العيوب اكتر من المميزات. فكرة التقبل ده هيخليني بعد كده يعني زي ما بيقولوا كده أبلع له أي حاجة وهو يبلع لها كل حاجة. التقبل ده مهم جدا، إزاي أتقبل الطرف الآخر بكل حاجة فيه، لأن الكمال لله، مفيش بني آدم كامل. النقطة الثالثة والأخيرة المهمة جدا، خلاص أنا بقولها دايما للرجالة، ينقصنا التقدير والاحترام للسيدات. تمام، قدر مراتك واحترمها وشوف هي هتعمل لك إيه. تمام، عمرك ما هتحس بملل. اكيد. للاسف فقرتنا خلصت النهارده، بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. دايما بوجودي مع حضرتك. الله يكرمك يا دكتور، تسلم يا رب، متشكرين جدا. للاسف فقرتنا خلصت، وانتظرونا بعد الفاصل مع زميلتي العزيزه ايمان.